يكون على يمينك ولا على يسارك. وش تبي؟ ودك انت اللي تبيه انا حاضر له. ها اللي تبيه انا حاضر. لا خليك على يمين لانك انت محزن دايم. سمي بولدر. لكن ما ادري هل انت راضي عن نفسك الاسبوع هذا ولا لا؟ بدايه انت بدايه الفقره قلت تبخرت الكثير من الامال على هذا المسرح. المسرح هذا مولد للامال وليس لتبخرها. هذا اولا. ممكن اي مسرح غير مسرح قناه الواقع اقول لك تبخر، لكن مسرح قناه الواقع مولد للامال. طال ليلي وانسمي سدني عشرة ريال، طال ليلي وانسمي سدني عشرة ريال، انسمي لا هدم ليلي يجيك ويعمره، مرحبا وعداد ما شاخ شيخ وشيخ مال فالبرايم والوجود اللي يجي تثمره، احترم شعوركم يا الجناتل ويا الرجال، بس انا لا بس انا لا جيت به صرت شمسه وقمره. يا سلام يا سلام، شكرا لك كلمات جميله. يعني شمسه وقمره حلوه، يعني ممكن يكون ما في اثنين في مرحله الخطر يكون في واحد وروح نفسنا. ها صحيح يا اخي، ما شاء الله عليك، طول لي في عمرك. الله يصح بدنك ابو عبد الله. الاسبوع القادم فابتعد بنفسها بترجع لي ولا لا؟ لا بس الاسبوع الماضي كنت عريس وهذا الاسبوع التحوال. ايه كنت عريس الاسبوع الماضي بالبشت. إيه؟ الاسبوع هذا التحوال. التحوال إيه اللي بعده باسبوع. اه اوكي، هذا ما هي عندنا في ثقافتنا. انا في ثقافتي هذه. تمام، بنشوف التحوال. يعني سعد الطويل قصدك في تحوال الان؟ لا سعد خذ الاول وتحوال خلاص. كم مدته عشان برضه لابد تشرح التحوال للجمهور؟ التحوال هو اللي يكون زي ما تقول اللي بعد الزواج باسبوع، الاهل والاقارب. اه تمام، يعني سعد اخذ تحوال عندنا مرتين، اخذ الزواج والتحوال عندنا وراح. عندكم إيه؟ يستاهل حق عريس. انا ابغى كلمه من نواف، ما راح اسال نواف.